نشد الرحيل إلى عالم مجهول، ونحزم أمتعتنا ونسافر لنكتشف البلدان ونصور كل شيء، التاريخ والآثار والسياحة. أنا الرحال العراقي. هذا ابو التكتك، هذا تابع شارع الرشيد، مو تابع شارع الرشيد. وطبعا على اليميني، العفو على اليساري، هو شارع المتنبي المشهور. هذا هو شارع المتنبي اللي امامكم الان، هذا شارع المتنبي. اليوم ازدحام لانه مدارس، هذا جامع الحيدر خانة. ولو ابو التيك توك ما يعرفني بعدين يعرفني. اجرناه من منطقة معروف الرصافي الى منطقة بامل المعظم، وهو احد ابواب مدينة بغداد الثمانية، باب المعظم. شوف هاي بغداد القديمة، هاي البناية من اقدم بنايات مدينة بغداد. هاي ساحة الميدان،